المسح على الجبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، أصلا ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الكسر، سميت بهذا الاسم من باب الفأل. صحيح؟ تقول للأعمى، تسمي الأعمى إيش؟ بصير. الأعمى تسميه بصير. والأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى مفازة، وتسمي الذي نصعد عليه سلم من السلامة وهو في الغالب ندامة، وتسمي الذي قتل حي وعقرب بماذا؟ سليم، وهو سقيم. وتسمي الركب عندما يخرج للتجارة وكذا تسميهم قافلة، يعني راجع وفي الحقيقة ذاهبة. هذا كله من الفعل يا رجل، توحيد هذا. نعم، فعل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل الحسن والاسم الحسن. تسمى جبيرة، توضع على الكسر، يصح أن يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وإذا وضعت على غير طهارة يصح المسح عليها ولا إشكال، خلافا الجوربين. لكن تنتهي مدة الجبيرة بانتهاء عندما يخبر الطبيب بنزعها، ينزعها مباشرة. مفهوم؟ كيف يمسح على الجوربين؟ يمسح على الظاهر، يصح أن يمسح باليد، بباطن اليد اليمنى على ظاهر القدم اليمنى واليسرى على اليسرى في وقت واحد، أو يمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى، لا إشكال. أما الجبيرة يمسح على جميعها. مفهوم؟ طيب،